مرحبا بكم جديد، مواصلين إذن في تفاصيل قضية الليلة اللي تهزنا للفلبين. وإحنا في عائلة ماجاد تحديداً، العائلة اللي عايشة على كابوس نهار 10 ديسمبر 2021، زوز الأولاد من تاع العائلة لوي وجوان مقتولين في قلب الدار نتاعهم. جانيس أختهم بالتبني قاعدة تروي للشرطة في التفاصيل المرعبة اللي عاشتها من اقتحام الدار حتى للقتل متاع أخواتها. لكن الشرطة باش تبدأ تستغرب من بعض الحاجات اللي بتلقاهم في الدار. لا آثار لخلع متاع شباك ولا باب، عملوه سريق. تي مام دخلوا خطر استغلوا أنه واحد من الأولاد كان داخل الدار والباب بالتالي مازال محلول ودخلوا راه زرفوا. هي تو هما جاوا باش يسرقوا، قتلوا زوز صغار، الثالثه ما طلعوا لهاش اصلا كانت الفوق، هما ما سرقوا شيء. بون ولا سرقوا حكايه فارغه، سرقوا التليفون نتاع جوان البنيه هكا هاو. ثم الغريب ايضا انه ادوات الجريمه الكل خليوها على عين المكان. سكينه مكسره من شده الطعنات يعني في الضحايا، واحده مسكاكن مكسره ومع ملحفه كلها دم ملوحين في حواز الدار قدام الدار. اثنين سكينه اخرى موجودة في نفس مكان الجريمة بالضبط. ثلاثة المضرب متاع البيسبول، مضرب متاع بيسبول تم استعماله في ضرب الضحايا كيف كيف موجود. أربعة مطرقة موجودة في مسرح الجريمة. صحيح كلها من بعد مش نلقاو فيها أثار دي زومبرانت، لكن الكلها أداة جرائم جيت من الدار. بل أنه المطرقة ما هيش موجودة على قارعة الطريق يعرفها كل واحد داخل الدار، كل سارق يشوف مطرقة يجي يهزها. المطرقة مخبية في الدار، في البلاصة اللي يحطوا فيها الدبش متاعهم، في صندوق. يعني باش تعرفها يلزمك تكون من أفراد العائلة. بالنسبة للشرطة فما إن كبيرة، القاتل ما يكون كان واحد من أفراد العائلة، ربما البو، ربما جماعة بعثتهم الأم، أو ربما جانيس. يا أخي جانيس هذه شو حوال الرواية اللي قاعدة تحكي فيها؟ جانيس قالت وأنها ما هبطتش من بيتها وما شافتش المجرمة ولكنها سمعت اللي عملوه الكل. كيفاش عرفت بالضبط اللي هما ثلاثة مثلا؟ بون سمعت أصوات مختلفة متاع ثلاثة رجال غرباء. باه كي هي ما هبطتش من بيتها، بماذا نفسر آثار الدم اللي موجودة في بيتها؟ ثم الشرطة باش تتسائل على نقطة استفهام كبيرة، وهنا يجي دور التحقيق الذكي والمحقق الذكي. نعاود نوريكم صورة الرسالة اللي هبطتها، المساج اللي هبطته جانيس على الفيسبوك. شوفوا معايا مليح وركزوا فيه مليح. بالنسبة للشرطة، الإنسان اللي هو في وضع جريمة يطلب النجدة، يستغيث، عادة يكتب كلمتين يطلب فيهم النجدة، كلموا الحاكم، اطلبوا كذا الشرطة، كلموا بابا رام هجموا على دارنا، وانتهى الموضوع.
ده القاو جانيس كاتبه جريده، بل انها حتى ك ليزيموجيه ذوكم في وسط الميساج نتاعها، معناها نتاع واحد عنده مجرمه قاعدين يقتلوا اللوطه في الدار، وهو شد الميساج تليفونه بدا يهندس يكتب ويفسخ الجملة ذي مش باهين هذا، بعد يفسخ الجملة ذي هذا تصرف غير طبيعي ولا. ثم جاوا يشوفوا خاصة في الوقت، تقرير الطب الشرعي سيثبت أن الوفاة ترجع للساعة الثانية ظهرا. تعرفوا هذه من الحاجات اللي سوء الحظ ما عندناش في تونس. انا نجم نقول لكم انه تقريبا سنوات واحنا نختموا على القضايا، عمري ما شفت في قضيه في تقرير طب شرعي، ربما احنا ما شفناش فما في قضايا اخرى، القضايا اللي شفناها عمرنا ما شفنا تقرير طب شرعي يعطي ساعه الوفاه. احسن حل نقولوا عندها هي مات جمعه 10 ايام اكثر من شهر اقل من شهر ربما، اما ذي ساعة الوفاة. ساعة الوفاة يعملوها أطباء القسم الشرعي كيف يجيوا على عين المكان وقت حدوث الجريمة ويقيسوها بدرجة حرارة الجسم وعلى ما أعتقد بحاجة عندها علاقة بالكبدة ولا بغير ذلك. المهم فما حاجة تمكنهم معرفة تقريبا ساعة الوفاة كي يبدأوا حاضرين في ساحة الجريمة سريعا بعد الجريمة. التقرير الطب الشرعي باش يقول الوفاة ترجع للساعة الثانية ظهرا، والميساج تاع فيسبوك ما ثلاثة، يعني جماعة قتلوا ماضي ساعتين، والرسالة متاع النجدة اتكتبت ماضي ثلاثة، ساعة فرق. هكا هوا ما زيدوش نطولوها. فهمتوا معايا انه بالنسبه للشرطه جانيس لم تعد شاهده، جانيس اصبحت متهمه في هذه القضيه، وسيتم توجيه الاتهام لها في نفس يوم دفن اخواتها بالتبني الاثنين. البو والام باش يزيدوا يتصدموا اكثر واكثر كي باش تعلمهم الشرطه انه جانيس تحولت الى متهمه، ما همش باش يفهموا، ما همش باش يصدقوا، حتى لين باش تلقى الام في بيت جانيس بتلقى بطاقه هويه متاع شاب اسمه مارلين، باش تهزها الام على اساسها هو ربما هذايا اللي جاي طيح البطاقه التعريف نتاعو كذا، لكن سيتبين انه مارلين هو صديق جانيس، وباش تلقى الشرطه اثار مارلين في الدار. مارلين كان حاضر في الحادث، ما عادش نستحقوا لأدلة أخرى. جانيس انهارت وحكيت تفاصيل اللي صار. هي الحقيقة اللي عملته الكل باش تدخل لهذه العائلة لم يكن من منطلق الحب متاع العائلة. اللي شافته فيها العائلة من حب وانسجام اللي هي تحرمت منه سنوات كان غايضها برشا. جوان هذه اللي عمرها 18 سنة واللي تحب تولي طبيبة واللي عاشت عيشة خير منها هي برشا، كانت ناقمة عليها بصفة رهيبة، بل أنه أكثر الطعنات اللي باش تتلقاها عند جوان باش تتلقاها على وجهها، حبت تشوه لها وجهها، مع العلم وأنه راو ما كان بيناتهم كان الخير. لولا الولادة ذوما الاثنين عمرها جانيس ما كانت تدخل للعائلة، هما اللي أصروا على أمهم وبوهم باش يتبناوها وتولي أختهم. لوي الأخ باش يتحصل على 51 طعنة بالسكين،
لكن يبدو أنه ما كانتش تكره لوي حسب ما قالت. لوي جاء في العرافة، هي مغلغلة على جوين وحبت تقتلها، لكن لوي جاء يدافع عليها. إيش تحبني نعمل له عادة؟ عادش عندي مانع. فأنا وصاحبي قضينا عليهم الاثنين. بهذه الطريقة اعترفت جانيس تحت صدمة العائلة اللي مستبنيتها، اعترفت بجريمتها هي وصديقها. الحقيقة باش نزيدكم زيادة حاجات، بعض التفاصيل ساعات واحد ما يصدقهاش. ساعات فما من الناس الطيبة اللي الطيبة متاعهم تتحول إلى نوع من البهللة السذاجة، يعني ما تقول كان بين ظفرين طبعا التبهلين، خاطر برشا باش يقولوا الناس مليح ياسر فوق من اللازم، وكيفاش دخلوها وعملوا شوف هو اتقي شر من احسنت اليه والمقولات المعروفه. معقول معقول، ما نزيدكم زياده. كروز البو وزوجته باش يقولوا اثناء المحاكمه انهم مسامحينها، ليش هيك؟ انهم بالنسبه ليهم طفله هذه مريضة، طفلة هذه اللي قاسيته في طفولتها هو اللي يفسر اللي عملته، أنهم ما همش يعني عندهم عليها حقد أو ما إلى ذلك. هكا سبحان الله قلوبهم كبيرة، شو نقول لك، قلوبهم متفاهمة، كل واحد كيفاش يحب يقرأها ولكم الحرية في ذلك. أنا ما نحكمش في الوضعيات هذه، لا أحكم، خاطرها وضعيات إنسانية وخاصة جدا، يعني حتى حد ما يعطي فيها دروس لحتى حد، مش معناتها هما ما يحبوش صغارهم كي قالوا بمثل هذا الكلام. على كل حال، لكن هالموقف متاعهم هذا باش يتبدل شوية في وضعية واحدة، خاطر باش يشوفوها أثناء المحاكمة. كانوا يتصوروا أنه جانيس اللي عمروا معاها الخير هما أولادهم أثناء المحاكمة باش تطلب السماح، باش تقول لهم سامحوني، باش تقول لهم راني ما كنتش نقصد، باش تقول لهم راني غلطت، باش تقول لهم اللي تقول لهم. يا اخي ما قالت شيء، حبش نقول كلمه توا هكا على اساس ماهيش لهنا، ما بكل برود تعديت المحاكمه نتاعها وما كانش ظاهر عليها بتاتا علامات الندم. وهو على كل حال المحاكم في الوضعيات هذه لا تستنى أنه البو والأم يسامحوها ولا ما يسامحوهاش، هذا النوع من القضايا لا يخضع إلى تقييمات الأهل، هو يتعلق بالحق العام وبالتالي يعاقب بناء على ذلك. وهذا اللي باش يصير في 17 ماي 2022، ستقرر المحكمة الحكم ب 38 سنة سجن في حق جانيس وصديقها مارلين. 38 سنة سجن، يعني تقريبا هذا ما يسمى بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية الحط من العقوبة. جانيس وقت ارتكاب هذه الجريمة وقت صدور الحكم عمرها تقريبا في حدود 18 سنة، احسب 38 سنة مع 18، مش تعرف ربما العام اللي باش تخرج فيه الحبس. نستنى تعليقكم على هذه القضية. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.